يلا يا نونو، نونو حبيبتي يلا صلي العصر وتعالي عشان تاكلي وتدخلي بقى تذاكري. ماشي. صليتي العصر؟ تذاكري ليه؟ الامتحانات قربت، عايزاكي بقى ان شاء الله تطلعي دكتوره كده او مهندسه، حاجه تفرح كده ان شاء الله. دكتوره او مهندسه؟ لا انا مش هطلع حاجه من دول طبعا. نعم، دي كليات القمه. كليات القمه؟ اه دي كليات القمه. الحاجات دي ما بقتش بتاكل عيش. ما بقتش ايه؟ تاكل عيش. تاكل عيش، اللهم صل على النبي. امال اللي بياكل عيش يا حبيبتي؟ انت شوجري؟ الهكس كله. الهكس؟ انت شوجري؟ انت شوجري ده ايه؟ انت شوجري ده ايه؟ هي دي الكودو بتاعتكو؟ هو ده بقى اللي انت عايزه تطلعيه؟ انت شوجري؟ اه. ايه ده يا نور؟ ايه ده يا نور؟ انت فين؟ فين ده اللي ماشي؟ ايه احنا مالنا ومال اللي ماشي؟ يا حبيبتي عشان يكرموكي كده وتبقي مش عاوزه اتكرم. هما دول بيتكرموا اكتر من الدكاتره والمهندسين. مين دول اللي بيتكرموا؟ دكتور ومهندس بيتكرموا. ايوه يا شوشو، ايوه حبيبتي. زياد جالي امبارح في حاله وحشه قوي. لا هديته طبعا، والنهارده اديته فلوس يخرج مع اصحابه شويه. هو اللي في سن زياد ده ينضرب يا شوشو؟ ليه كده؟ وانت هتفضلي سلبيه لامتى؟ 16 سنه شاب ما ينضربش يا شوشو. قال لي ان ابوه ضربه وطرده كمان. يا اختي انت هتفضلي سلبيه كده لامتى؟ اتصلي باي حد ينجبر له جوزك منصور ده، ده تخلف عقلي. واحد صاحبه ولا حد من قرايبه يكون بيسمع له، يعرفه ان الشاب في السن ده عايز مصاحبه وعاوز توجيه وبس، واحتضان واحتواء. لكن امره ونهي وضرب وطرد والمعاملة كده مش هتنفع خالص، مش السن ده اللي اتعامل كده خالص. وانت تفضل امتى سلبية يا شوشو؟ طول عمرك سلبية. وانا هقولك ايه، لما سلبية تتجوز معتوه وامراض نفسية يجيبوا عيال بقى يعذبوها. ايوه، لما انتوا مالكوش في التربية تتجوزوا وتخلفوا ليه؟ فالح بس بوستاته كلها نازلة عن التقوى، وان نراعي ولادنا والرقي والادب والاحترام. والنبي ده جوزك ده من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ده انا نفسي لو ما كنتش اعرفه كنت صدقت انه راجل العظه وراجل الموعظه. يا خراشي عليه، اوفر قوي، اوفر قوي قوي. ده لسه منزل من يومين قال عليه ان ابي طالب ربوا اولادكم انهم سوف يعصروا زمان غير زمانكم. يا سلام يا اخويا، ما برضاش اعمله لايك، ده انا ابقى منافقه. لايك ده ايه؟ لايك ده ليك انت يا سلبيه. انا هفضل اقول عليكي سلبيه، انت من الاعدادي وانت سلبيه، اتجوزتي وخلفتي بقيتي كمان ام سلبيه، وتفضلي سلبيه طول عمرك يا شوشو. تاخدي موقف يا حبيبتي. اه طبعا، جوزك ده من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. الله يكون في عون ولادك. خدي موقف، ما تبقيش سلبيه كده، ده ابنك. مالك يا نور يا زهقانة على طول؟ ها مالك؟ بصي يا ماما، مثلا مدينة بصينا مثلا دي خمس مرات. خمس مرات؟ مين ده بقى؟ محمد بتاع العربي؟ خمس مرات. خمس مرات ياه، خمس مرات ليه يعني؟ ان شاء الله. ودي بصي، ودي 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 ايه كل العك ده؟ خمس مرات ليه؟ هما لسه ماشيين بالطرق العتيقة المتخلفة دي؟ هاتي لي الاستاذ ده. ايه الكتير ده؟ استاذ محمد العربي، ازيك يا استاذ محمد؟ انا مامة نور. انا عايزه بس اشكي لحضرتك من حاجه، انت دلوقتي مديها الواجب كتير ليه كده في الكتاب؟ يعني ايه تكتب النص خمس مرات والمعاني والمظاهر كل حاجه خمس مرات؟ انا هاخد ايه يعني من ادبها ونظرها اللي هيضيع وكتابك كتيره؟ انت بتقفف لها اديها ليه اصلا؟ وبعدين يا استاذ محمد، طريقه الكتابه الكتيره دي اوت بوت مش ان بوت، يعني طريقه اخراج مش ادخال، يعني دي طريقه متخلفه خالص يا استاذ محمد. انتوا لسه بتتبعوا الطرق دي يا استاذ محمد في العمل في الواجب والحفظ والكلام ده كله؟ ده امال لو ما كانش المنهج كله دش يعني وحشو، انا لما بقعد اذاكر لها بمل. ماشي المنظومه كلها فاشله. لا انا مش ام تقليديه، ما احبش بنتي تكتب كتير. تكتب كتير ليه؟ هو فين الابداع في كده؟ فين الابداع والذكاء والتطور في كده؟ يعني دي كلها وسائل متخلفه، والمنهج اصلا متخلف ومش بيعجبني. لا انا مش عايزه بنتي دكتوره ولا مهندسه ولا الكلام ده خالص. انا عايزه بنتي دي تطلع مثقفه. كل اللي بيتخرجوا من الجامعات مش مثقفين. الثقافه مش في المنهج ده يا استاذ محمد. الثقافه يا استاذ محمد في القران الكريم. القران الكريم كان زمان فيه كتاب في كل شارع، كل منطقه فيها كتاب بيجروا عليه الولاد كل الاعمار يتعلموا القران. والقران كان بيعلمهم كل حاجه في الحياه، يعلمهم اللغة والبلاغة والحكمة والثقافة والاحترام والأخلاق والتشريع والأحكام، كل حاجة.
حاجة. القرآن الكريم يا أستاذ محمد، فين القرآن الكريم اللي كان بيعلم أولادنا وكان مجانا، الكتاب في كل مكان مجانا، أي طوائف المجتمع كلها كانت مثقفة، تكلم أي حد في المجتمع كان مثقف من القرآن الكريم بس. إنما دلوقتي مناهج متخلفة للأسف، مناهج عقيمة، مناهج عقيمة ما فيهاش أي ذكاء ولا فيها أي اختراعات ولا إبداع ولا أي تطور. أنا لا مش ذنبك، مش بقول إنه ذنبك، بس على الأقل في مناطق كده فيها حشو ودش مر عليه مر الكرام، والحته اللي فيها حته ثقافه اديها بشكل حلو وابداعي للولاد. لو سمحت يا استاذ محمد ما تخليهاش تكتب كتير بعد اذنك. شكرا. شكرا يا استاذ محمد. كله بيقلد للاسف، كله بيقلد، المجتمع كله ماشي بالتقليد. مدرس بيتبع طريقه فاشله في التدريس، واب يضرب ابنه وهريه ضربه وهو في سن 16 سنه بيقلد تربيه ابوه فيه ومش عارف ان هو زمان وغير زمان، وانت عماله تقولي لي انت شواجري وتقلدي لي كل الفساد والقرف اللي في المجتمع. امتى هنعقل؟ امتى هنتذاكى ونعقل ان ده حاجه غلط وده صح ونتابع الصح؟ يا بنتي احنا في زمن الرويبده، الباطل بيبان حق والحق بيبان باطل. انتشر الفساد من حوالينا، هنقلد بقى الفساد ونمشي كده بقوه الدفع كده نقلد وخلاص؟ انا زعلانه منك قوي يا نور انك بتقعدي تقلدي الاغاني دي وتقوليها كده. ازاي بتقوليها وانت مقتنعه بيه؟ يعني ايه انت شواجري؟ ويعني ايه الكلام اللي بيتقال في ال... ده مش فاهم، ده مزبله، دي قذاره وقله ادب وفساد. تعالي يا نور بقول زمان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا بعثه بالرساله، بعثه هو كان مميز، بيفكر بيعقل بيحلل، مش مقتنع بكل القبيله اللي بتعبد الاصنام. ربنا نزل عليه الوحي بالقرآن الكريم ورسالة، رسالة وهو عنده 40 سنة، كان عمال يقول لا يمكن يكون ده ربنا ولا يمكن يكون ده ربنا والأصنام دي لا يمكن تكون ربنا. وعشان هو على حق قدر يتصدى كل الناس دي وينتشر الإسلام واحدة واحدة، وقابلته صعوبات كتيرة، لكن هو كان على حق، قدر يتمسك بالحق بتاع ربنا وينشر الإسلام ويهدي الناس لعبادة ربنا. عرفتي بقى احنا كل ما ينتشر الفساد من حوالينا نعمل ايه؟ عرفتي لما تلاقي فن فاشل والفاظ فاشله واغاني متخلفه ومسلسلات فيها اي حاجه او افلام فيها مناظر قذره تعملي ايه؟ تدفي على كل ده، اعملي له بلوك من حياتك، لان مش ده الصح. صح يا بنتي القران الكريم والكلام الكويس والفن اللي فيه برضه رقي وادب واخلاق، اتبعي ده. وحتى لو انت المجتمع من حواليكي مليان فساد قومي، ما تقلديش تقليد اعمى، فكري ايه الصح ايه الغلط، ربنا عاوزنا فين؟ زي ما ربنا عاوزنا نتبعه، وهو ده الطريق الصح يا بنتي، حتى لو الناس اللي ماشيه فيه ناس بسيطه، بس هو ده الطريق الصح اللي لازم كل البشر تتبعه، وما تتكسفيش انك تتبعي طريق الحق. خلاص يا نور، الله يحفظك يا بنتي ويحفظ الجيل كله من الفساد اللي احنا فيه. يا رب، الله المستعان، الله المستعان، يا رب يهديك، يا رب يهديك، يا رب. يلا قومي يا بنتي شوفي وراك ايه.